أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مرة تانية وفقرة فن الشوكولاتة. حنعمل عصافير من الشوكولاتة، نشوف مع بعض كمية الشوكولاتة اللي حنحتاجها. لعمل عصافير الشوكولاتة، كيلو من الشوكولاتة السادة وكيلو من الشوكولاتة البيضاء. أعزائي المشاهدين، الفقرة اللي حنعملها هلأ فقرة فنية جدا جدا جدا. خلوني بس أجهز الشوكولاتة. أنا عندي هون شوكولاتة مذابة، خليها جاهزة جنبي. نتأكد إنه ما في عنا أي قطرة مي دائما وإحنا بنشرب الشوكولات، لأنه المي عدو الشوكولاتة، وبنفس الوقت هو المي إحنا بنستعمله لتذويب الشوكولاتة، فكونوا حريصين. هخلي الشوكولاتة جنبي وأبتدي أجهز قمع، بعد كده هقولكم أنا إيش الخطوات اللي والفكرة تاعتنا. هنحتاج قمع من الشوكولات، أنا عندي قمع من ورق الزبدة، ببتدي أصب الشوكولات، ما أملاش كتير، حوالي نص القمع عندي هيك كفاية، وأقفله. أتأكد إنه مقفول كويس وأخليه على جنب. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هنحتاج ستنسل. إحنا بدي إياكم مع الكاميرا هلأ تستعرضوا العصافير اللي إحنا عاملينها عشان تعرفوا إيش فكرة الحلقة اللي موجودة عنا اليوم. أنا عايزة أزين البوفيه بأي شكل أنا بدي إياه، فساعات بنعمل قطعة كبيرة ثابتة، برواز، ديسبلي، طبق جاتو. إحنا اليوم لا، بدنا نعطي البوفيه حركة لطيفة جدا. إنه عملنا كل قطعة لحالها منفصلة بالشكل هذا، بالتالي لما توزعوهم على البوفيه حتحسوا بتناغم وحركة لطيفة جدا جدا جدا. ممكن تنفذوا أي فكرة، ممكن تعملوا زهور، ممكن تعملوا إذا الأطفال مثلا بحبوا الحيوانات ممكن تختاروا القطة، ممكن تختاروا قرد، عصفورة، بطة، أي شكل تاني، أو تعملوا مجسمات أخرى للكبار. إحنا عنا تشكيلة زي ما حضراتكم شايفين من العصافير، رسومات مختلفة وحركة مختلفة. خلوا واحد واقف، واحد مايل، واحد بتحرك، واحد مع جناح، يعني تكون حركتكم مختلفة عشان تحسوا فعلا في حركة على البوفيه. حبتدي بتجهيز ستنسل. عندي هون رسومات، إن شاء الله تكون واضحة معكم بالكاميرا. أحملها هيك ولا هيك؟ أوكي، هيك واضحة يمكن عندكم من فوق. عصفور، مجرد رسومات، يمكن رسومات طفولية بريئة لطيفة كتير. عندي هون الديزاين الثاني والديزاين الثالث، أحاول أخذ أجزاء تبقى عريضة عشان تستحمل وما تتكسر معي، عشان هيك إحنا مختارين بلوكات مصمتة وكبيرة شوي. حبتدي هلأ قطعة، ممكن أختار أي شكل أنا بدي إياه، شو رأيكم؟ أنا حابة هذا أكتر. هاخد قطعة من ورق الزبدة أحطها على الباترون، أنا حسمي هذا باترون، وأخذ الشوكولاتة المذابة أقص طرف القمع كمية صغيرة هيك، مقاس صغير. نعمل بس تيست هيك على الشوكولات، وأبتدي أثبت إيدي شوي عشان ما يتحرك معي الورق وأنا بشتغل فحتخرب الرسمة. أثبت إيدي هيك شوي و أسقط الشوكولاتة بشكل أمشي مع الديزاين اللي أنا اخترته، وإذا عندكم فن في الرسم ممكن ما تحتاجوا باترون، مجرد ترسموا على طبيعتكم. أبتدي هلأ أستنى لحوالي يمكن ثواني بسيطة فقط بس ليتماسك عندي شوي حواف العصفورة. هبتدي هلأ على الحواف نفسها أوزع شوكولات، ممكن أوزعه بالقمع أو إذا حبيت أصبه شوي شوي بالمعلقة ما في مشكلة عندي. لاحظوا كيف أنا عم بفرده، بستعمل طرف القمع لفرد الشوكولاتة. بنلاحظ كيف الحركة، وهي ضرورية جدا عشان يبقى عندي تناسق في كمية الشوكولاتة، ما يكون في عندي كمية كبيرة وكمية قليلة. ببتدي أخذ الشوكولات بالطريقة هاي، نلاحظ كيف إحنا بنأمن أول إشي الحواف، وبعد هيك بشتغل على الجزء الأوسط. هيك العصفورة أصبحت عندي جاهزة.
بحتاج إذا حبينا نحط عين من الشوكولاتة البيضة حسب ما بتحبوا. العصفور الأسود حنحط له شوكولاتة بيضة، والأبيض حنحط له طبعا سودا، أو إذا حبيتوا قطعة من البونبوني ما في مشكلة. عندي العصفور هذا طبعا أنا ما ححركه هلأ، حسيبه لغاية ما يتماسك تماما. إذا عم نشتغل على الماربل بيساعدنا كتير على سرعة جفاف الشوكولات. وأكون عاملة حسابي طبعا إذا بتحطه بالتلاجة لازم أكون عاملة تجربة على الصينية إنها تدخل التلاجة، ما أعمل كمية كبيرة والآخر أتفاجأ أني بدي أنقلهم وما بقدر أنقلهم. خلينا أشوف طريقة تثبيته. أنا عندي هون عصفورة بيضة وحطينا لها عين سودا. طبعا بعد ما ينشف ببساطة أنا بقدر أشيله عن الورقة وألزقه على ستاند، أو إذا حبينا ممكن نعمل قاعدة مدورة بالشكل هذا. القاعدة هذه كتير بسيطة برضو، إذا حبيتوا نعملها سوا. مجرد على نفس ورقة الزبدة ما بحرك إيدي، بضلني مثبتة إيدي شوي شوي، تسقط الشوكولاتة على شكل خيط رفيع أو خط رفيع، وتبتدي شوي شوي تعرض القاعدة حسب ما أنا بدي. ممكن أضلني أستمر، بيبقى عندي قاعدة كبيرة أو صغيرة حسب ما بدي. أعتقد الحجم هذا معقول، بسيبها برضو ما بحركهاش أبدا لغاية ما تتماسك عندي القاعدة، وبعد هيك ببتدي أثبت العصفور على القاعدة هاي. عندي هون ارتفاع آخر، أنا هذه عملاها بقوالب كب كيك الأبيض والأسود برضو إذا حبينا. شوفوا مثلا، خليكم مرنين في الأفكار، ما تتقيدوا بشيء. العصفور هذا إحنا مباشرة حطيناه على القاعدة الفلات، ما حطيناه على قاعدة مرتفعة، هذا رفعناه. الفكرة إنه أخلي واحد عالي، واحد واطي، واحد بتحرك يمين، واحد شمال، واحد راسه لتحت، واحد جناحه فوق، نلعب بالحركة. فبالتالي تغيير الوضع العصافير وارتفاعاتهم وحركتهم بيعطيكم هيك زي موفمنت في البوفيه. فأنتوا بس طلعوا على البوفيه بتحسوا بمرح وبهجة وحركة ما بتعرفوا من وين إجت. إحنا أنشأناها أو كوناها بحركتنا مع العصافير أو أي مجسمات زي ما قلنا حبيتوا إنكم تستعملوها وتنفذوا فيها هذه الفكرة. بحتاج بعد هيك قليل برضو من الشوكولات. إذا حبيت ألزق العصفورة على الستاند، أو إذا حبيت قبل ما ينشف عندي الستاند مجرد أني أنا أحط العصفورة بالشكل هذا، بمسكها لثواني بسيطة لغاية ما يتماسك عندي تماما، أو إذا حبيت أسندها على أي شيء ممكن أسند طرفها هذا هيك وطرفها هيك، أي كب أي فنجان أي شيء، مجرد هاللمسة البسيطة لغاية ما تتماسك عندي تماما وتبرد الشوكولاتة أو تنشف. وأزينها إذا حبينا، إحنا عنا قطع من الملبس البنبوني هذا بيعطي كأنه بيض العصافير. خلوا مجال للأطفال إنهم يتفننوا ويزينوا هالعصافير ويعملوا ديسبلاي فيها على البوفيه، ويزينوا فيها حفلات الأعياد الميلاد والبوفيهات. أرجو أنه هالفكرة تكون عجبتكم، ونبتدي نجهز الطبق اللي بعده. دوبنا الشوكولاتة، رسمنا خطوط على شكل عصفور وملأناها بالشوكولاتة، ثبتناها مع حبات الملبس وقدمناها على البوفيه.